هاي النباح مشكلة الكرير مشكلة. لا هلو وين الكرينة؟ وين دوا قلبي؟ وين المنشر حالي شرح حالي الحياة ومعانيها الجميلة؟ كيف حالك يا فضل رعي؟ إن شاء الله طيبة؟ والله أنا من ما أسمع صوتك قلبي التف 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 بس بابوره وفاتح إنه فيه موية. كيف إنك هذولا؟ لا لا خلاص والله لا والله والله موضوع العرس ده بس عرس بتدي البيت صغير هذولا زي الجزء أنا وطبر عندما ما عرست إحنا نقعد وين هذولا؟ ما خلاص عليك الله ما تزعلي والله انت كنت تزعلين الدنيا دي بتوقع لي يخر من الابره النبي فوقك ما ضحكتي اضحك لا اله الا الله لا اله الا والله لما تضحكي يا سلام تضحك الدنيا وتفور والله تفور وانا ذاتي دمي فور هوارة يا سلام يا عليك الله انا قلت ليش رحي ليش رحي لي ماني فاهم لا والله والله ما زلت بتعرش ابوي هاي ابوي الله الرطوبة الرطوبة والله يا بنت الرطوبة دي غلبتني غلبة شديدة خرج عن الركبة دي ورمك يا بنت اي صح يا ابوي اقعدي اقعدي انت يا بنت اسمعيني هنا ما في واحد اصلا تقدم لي قبال كذي ورفضناه والله زول قال داير كذي من اولاد الحلة ما في ذا عريس يا ابوي اي عريس هذا ولا الموضوع جيتك ليه والله وحشي مليك تبقى في زول دايري هاي منو حسن حسن ده منو جيبي الليلة دي بعقل له جيبي حسن زهور يا ابوي حسن زهور حسن قفف حسن بصل حسن شوربة اي حسن انا ما في حياة بدون حسن ذاته اي وين وين حسن ده وين ساكن بعيد يا ابوي بجيبه اضربي له هالسعي اضربي له هسه يركب امجاد انا بدفع حقها ابوي الساعه 12 بالليل ما انت من زمان الناس بينوم الساعه 12 هذول ذيلا الجداد اللي بينوم الساعه 12 الناس بيقوا ينوموا من 4 صباحا و5 صباحا و6 صباحا يعني انت موافق؟ موافق طب بس لمين في رقبته دي والله اللي عقلك عليه في الليل ده خلاص انا بضرب له تضربي له خلاص اضربي له كويس يا ابوي اضربي له هسه حاضر ما تتوخري طيب قولي له ابوي حق الامجاد عليه مرحب عليكم السلام تفضلوا مرحب مرحب الزهور والورد شتلوها جوا قلبي معاك حسن زهور مرحبا حسن زهور ده حسن مستشفى لا ده مرحبا شو انت من لازم يا من قطعين توش كده في شنو وهل طف الزهور انا حسن زهور انا العريس ما شاء الله ما كيف حالك العريس يا مرحبا سلامات مرحبا عارف فيك اصحى مرحبا نايم لا هنا 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 ورا 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 هنا هذول هنا 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 ورا ورا هنا كيف حالك يلا طيبين الله يسلمك الله يبارك يفضلوا يا مرحبا يتفضل هاي تفضلوا زهور والوردي هاي الله يظهر البشات اللي فيكم انا اشتكيكم الله موقف ما مطمن اخوانا واحد بس يا زول فكر هنا انت اخوانا تمنون عرفونا عرفونا هاي نعرفك هاي الحقيقه يعني ده طبعا اخونا اسمه حسن 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 لكن هو شهير بحسن زهور هاي ظاهر عليه حسن زهور يعني وجايين نتقدم ل بنتنا ادينا كلها مش دي اديت كلها كلها اهلا حسن زهور مرحب من يا تحوط اقصد من يا تجد من يا قبيله انت انا هاي من قبيلة الزهراب ويش شيل الله. الوردة خدت الوردة حتشم الوردة كيف عامل؟ والله الحمد لله ديش ما هذول حسن زهور يا ابوي حسن زهور هاي انا يس ما قلت لي شغال ولا ما في شغال انا الشغل ده ما مهم المهم اننا نكون كالاشجار كزهور نكون يعني عندنا عطاء هاي ريحة الزهور دي ذاتها براها حياة نحن نفرض نكون داخل هذه الحياة نتخلخل في الزهور يعني خلخلوا هاي نتخلخل ولا على الشرح لا يمد لا ينطرح اها اها واصل واصل ان شاء الله يعني نحن انت شغال شوين انا ما شغال انا حبوب ما شغال ما مشكلة الشغل بيجي بيجي المهم الواحد يعرس يس نحن حنعيش يا انت هذول مساهر وين هذول انت اها شوم يا حاج انت يا مره جبت لي كلمه والله شنو شنو شوم شوم شابك نجوم شوم 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 شنو هذا شوم حتى الحياه
تتفتح إليك. شوف يا حاج، أنا حكون معاكم، حخلك لكم الحلة دي والمنطقة دي يعني كلها ريحية وزهور ونرجس، حاجة جميلة. شوف يا حاج، شوف انت تعذر الزول بتاع محدرات ولا ايه؟ هذول شوف فين هذول؟ هذا كله هين بتسكن وين؟ انت داير تسكننا وين؟ المرة دي بتسكننا وين؟ طبعا يا حاج، يعني حسكن وين؟ معاكم هنا عشان كلنا نشم يعني. اقف اقف، خلي شمك اخوي، الشم التطير نخريق ده في راسك. تسكن وين؟ هنا معاكم. ايوه في البيت يا ابو. معاك في البيت. هاي ما شاء الله، لا والله الدار واسع. هاي عشان نقول نشم كلنا. نشم. قوم على حيلة. قوم يا حاج. ابوي يا حاج، يا حاج نشم الحياة. حسن زهور يا اخي، يلا بلا يا حسن زهور. نشم يا حسن زهور. ممكن يا اخي تهرت تقطع. قوم على حيلة. قوم زهور دي انت. قوم نشكل زهور. امشوا امشوا، ما جابيكم الاجازة اللي قطع نفسكم. قال حسن زهور، قال انت تسكن هنا، ناس مفضل راجل تقعد وين؟